هذه أبرز العناوين. الفيفا تحتفي بزنيسي، المغرب منبع لحراس مرمى عظام. عاجل، الركراكي يستدعي لاعبان من الجيش الملكي إلى المنتخب المغربي في المونديال. فيصل فجر يفاجئ عبد الرزاق حمد الله بتصريح جديد. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل باش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. الفيفا تحتفي بزنيتي، المغرب منبع لحراس مرمى عظام. أشادت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالدولي المغربي أنس زنيتي حارس مرمى الرجاء الرياضي، ونشرت صفحة الفيفا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لأبرز لقطات الحارس الرجاوي معلقة عليها: دوما كانت المغرب منبعا لحراس مرمى عظام، أنس زنيتي آخر المنضمين لتلك القائمة، كل عام وحارس الرجاء الرياضي بخير ودائما متألق. عاجل، الركراكي يستدعي لاعبان من الجيش الملكي إلى المنتخب المغربي في المونديال. وجه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الدعوة للاعبين من صفوف الجيش الملكي ضمن لائحة الأسود الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، واستدعى الركراكي كل من رضا سليم وأيوب الكرد للمشاركة في معسكر الأسود قبل تحديد اللائحة النهائية. ويشار أن رشيد بن محمود وأمزيل سيسهران على اختيار أبرز اللاعبين الممارسين بالدورة الاحترافية ليكونوا ضمن لائحة المنتخب المغربي المشارك في نهائية كأس العالم بقطر. فيصل فجر يفاجئ عبد الرزاق حمد الله بتصريح جديد. اعتبر فيصل فجر متوسط ميدان نادي الوحدة السعودية أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة من بين أفضل 3 لاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب والسعودي سلمان الفرج لاعب الهلال. وقال فجر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب سبيسي: عبد الرزاق حمد الله وسلمان الفرج وإيفر بانيغا هما الثلاثي الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين من وجهة نظري الخاصة. وأبدى فيصل فجر إعجابه بالعلاقة التي يحتفظ بها السعوديين بكرة القدم، مبرزا الشغف السائد تجاه اللعبة، مشبها ذلك بالمغرب وتركيا بقوله: الناس في السعودية يحبون كرة القدم ويتنافسون عشقها تماما مثل المغرب وتركيا. وكان فيصل فجر قد التحق بصفوف الوحدة السعودي في الميركاتو الصيفي الفارط قادما من سيفاسبور التركي بموجب عقد يمتد لموسمين. عبد الصمد الزلزول يبقي على أمال حضوره مع المنتخب الوطني في المونديال. اتضح من خلال الفحوصات التي أجريت على عبد الصمد الزلزولي أن إصابته العضلية غير مقلقة، وأنه يحتاج إلى راحة بين أسبوعين وثلاثة مع بعض العلاجات البسيطة. كما اتضح أنه لن يغيب عن نهائية كأس العالم، وأنه سيكون جاهزا للعودة للتدريبات انطلاقا من يوم انضمامه لأسود الأطلس يوم 14 من نوفمبر القادم. ويقطع الزلزول للعلاج مع الراحة التامة حاليا بعيدا عن أي إجهاد إلى غاية التخلص من مشكله العضلي، لذلك لن يشارك في مباراة أساسونا القادمة سوى بعد نهاية مونديال قطر 2022، وهو ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة الجولة 12 أمام بلد الوليد يوم 31 أكتوبر، وعن مباراة الجولة 13 أمام سيلتا فيغو يوم 5 نوفمبر، وأيضا عن مباراة الجولة 14 أمام برشلونة يوم 8 نوفمبر. وتناقلت وسائل الإعلام الإسبانية جديد حالة الزلزول الصحية بعد الإصابة التي لحقته في مواجهة جيرونا لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني، وأجبر على مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 9 من المباراة. وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن الزلزولي سيغيب عن فريقه لثلاث مباريات في الدوري الإسباني وواحدة في كأس الملك بسبب خلوده للراحة والتزامه بالبرنامج التأهيلي.
وعانى الزلزولي من المشكلة العضلية الذي داهمه يوم الأحد المنصرم، حيث اضطر لمغادرة المباراة بعد 8 دقائق فقط على انطلاقها. وتوصل الدكتور هيفتي طبيب المنتخب الوطني بتقرير طبي شامل حول الحالة الصحية للدولي المغربي عبد الصمد، يبين أن اللاعب في حاجة إلى راحة لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة للميادين لخوض المباريات بشكل عادي. من جانبه سارع الناخب الوطني وليد الركراكي للتواصل مع عبد الصمد الزلزولي للاطمئنان على صحته والرفع من معنوياته ودعمه بعد تعرضه للإصابة. كما أقدم الطاقم الطبي لفريق برشلونة الإسباني من جهته على التواصل مع نظره في فريق أوساسونا من أجل متابعة الحالة الصحية لعبد الصمد الزلزولي ومدى حجم الإصابة التي تعرض لها، علما أن الدولي المغربي هو في الأصل لاعب للفريق الكتالوني ويلعب هذا الموسم لفريق أوساسونا على سبيل الإعارة. من جهته قرر الطاقم التقني لفريق أوساسونا الذي يقوده الإسباني جاكو بارسي تمكين الدولي المغربي من فترة راحة كافية لاستعادة عافيته وإعفائه من خوض المباريات القادمة. وشرع الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في التدرب بشكل انفرادي في إطار برنامجه العلاجي بهدف لحاقه بنهائية كأس العالم وتعزيز صفوف منتخب أسود الأطلس. وأكد الفريق الفرنسي غياب الدولي المغربي قبل انطلاق مونديال قطر بغرض تمكين اللاعب من تجاوز آثار الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة فريقه السابقة ضد جيرونا، والتي اضطر على إثرها لمغادرة أرضية الملعب بعد 8 دقائق فقط على انطلاقتها. ويعاني وليد الركراكي الناخب الوطني من إكراه الإصابات التي قد تربك حساباته الفنية والبشرية بعد أن تعرض الدولي المغربي يوسف نصيري لإصابة رفقة نادي إشبيلية الإسبانية وذلك في مباراة دوري الأبطال أمام كوبنهاغن، ومن قبله عمران لوزا وأدم ماسينا وطريق تسودالية الذين خضعوا للجراحة وسيغيبون رسميا عن مونديال قطر. هذه أبرز العناوين. الفيفا تحتفي بزنيتي، المغرب منبع لحراس مرمى عظام. عاجل، الركراكي يستدعي لاعبان من الجيش الملكي إلى المنتخب المغربي في المونديال. فيصل فجر يفاجئ عبد الرزاق حمد الله بتصريح جديد.